وحول الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية ينضم إلينا من رام الله الدكتور محمد المصري الخبير في الشؤون الاستراتيجية والأمنية. أرحب بك دكتور محمد. مساء الخير لك الأصدقاء ولكافة المشاهدين. مساء الخيرات دكتور، أرحب بك من جديد. نتحدث بعد وقف إطلاق النار في لبنان، هل يمكن القول أن نتنياهو نجح فعلا بفصل جبهتي غزة ولبنان عن بعضهما البعض، أم أنها جاءت بالتراضي، أم أن الفكرة أصلا كانت محكومة بالزمن؟ بالتأكيد يعني يجب أن نعترف بأن الاحتلال بقوته النارية وما أحدثه من قتل وتدمير وتهجير في لبنان جعل القيادة يعني الرسمية والقيادة الحزبية في حزب الله أن تفكر مليا بأنه في إمكانية لوقف إطلاق النار للمحافظة على ما تحقق من إنجازات وإيقاع الخسائر الكبرى في جيش الاحتلال خاصة في العمليات البرية. ولكن حينما يكون يعني هذا الاحتلال مدعوما غربيا وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية بالتأكيد يعني الشعب اللبناني قدم يعني آلاف الشهداء وآلاف آلاف الجرحى وأكثر من مليون ونيف يعني مليون وربع تقريبا مهجرين، بالتالي لا يحتمل وكان إنجازا عظيما أن يصل إلى هذا الحد بحيث لا يستطيع الاحتلال أن يمرر كل رغباته وطلباته وشروطه لما كان يطرحه خاصة فيما بعد 17/9 معركة البيجر و 27/9 بعد اغتيال السيد حسن نصر الله. أنا اعتقد الاحتلال أنه ممكن يمرر مشروع كامل ويتم هيمنة كاملة على لبنان الشقيق، ولكن صمود المقاتلين في الميدان وإدارة العملية السياسية والتفاوضية بالشكل المهني ومع من خلال الدولة أدى إلى ما أدى إليه. قد يكون هذا ليس انتصارا إسرائيليا وليس هزيمة لحزب الله، ولكن الوضع القائم الآن يكون أفضل مما تستمر الحرب وتتطور وتكون حرب إقليمية نكون نحن جميعا وقودا، لأن المنطقة لا تحتاج إلى حروب بقدر ما يحتاج إلى استقرار وسلم. دكتور محمد، لو قادنا هذا الحديث لتخمين ما قد يكون عليه المشهد في قطاع غزة خلال الأيام القادمة، البيت الأبيض يقول اليوم إن بايدن يعتزم بدء العمل نحو وقف محتمل لإطلاق النار في غزة اعتبارا من هذه اللحظة على حد قولهم، ما الذي لدى بايدن اليوم لم يكن لديه خلال عام ويزيد؟ ولن يكون لدي شيئا ما يقدمه للفلسطينيين، هي اقل شيء يحفظ ماء الوجه ويحمي دماء ويصون دماء الشعب الفلسطيني الذي بلغ شهداء اكثر من 44,000 و104,000 جريح، ولدينا 10,000 مفقودين ومن تحت الانفاق ومن لم يعد من جبهه المستوطنات في اليوم 7 اكتوبر، والاسرى والمعتقلين بلغ في الضفه اكثر من 11,800 اسير ما بعد 7 اكتوبر 23، ولا نعرف عدد أسرانا من قطاع غزة لأنه يعني يتم التعتيم عليهم حتى لا يعرف لا أسمائهم ولا المكان اعتقالهم. ولكن هل يعني بايدن مستعد أن يذهب باتجاه حل سياسي يقوم على الشرعية الدولية؟ هل بايدن يستطيع أن يمرر وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة ورفع الحصار؟ حد الأدنى هذا الكلام ممكن يكون أم لا؟ أنا لا أعتقد ذلك، ونحن مقبلين على مرحلة صعبة جدا جدا. وبكل صراحة وأنا في حركة حماس استمعت لتصريحاتهم، ما حصل في لبنان يختلف عن ما حصل في قطاع غزة والضفة الفلسطينية. رؤية الاحتلال للبنان تتعامل مع دولة وهنا تتعامل مع فصيل وميليشيا. لو كان من اليوم الأول للحرب التي العدوانية على شعبنا تكفل بالملف المفاوضات يعني ملف فلسطيني بحت بامتياز إن كان السلطة أو الدولة أو المنظمة التحرير كما حصل في 2014 لكان هناك في نقاش جدي مختلف لأسباب أنا بعتقد وقناعتي اليوم يتم التفاوض على وقت إطلاق النار في قطاع غزة بعيدا عن الضفة الفلسطينية. فبعد ذلك سيتم الاستفراد بالضفة وستكون معركتنا في الضفة أسوأ بكثير دموية وأكثر دموية مما حصل في قطاع غزة. وهذا ما لن نرجوه طبعا دكتور محمد، لكن لو استندنا إلى الكلام الذي أطلعتنا عليه ورأيك حيال موضوع المفاوضات اليوم، هل المشهد يتسع ليلعب ضمن المفاوضات أشخاص جدد أو رؤساء جدد أو لنسميهم أيا كانت التسميات دور في هذه المفاوضات غير الأسماء الفاعلة واللاعبة منذ بداية العدوان؟ لا أعتقد الوضع الفلسطيني الداخلي الآن لا يسمح أن أحد يتقدم خطوة للأمام باتجاه مفاوضات باسم الأسرى. نحن لا نعرف على سبيل المثال تعداد الأسرى، من منهم أحياء، مع من موجودين، فصائل أو يعني حتى مجموعات صغيرة أو قد تكون عائلات. وبالتالي من أدار الملف في البدايات أنا هذه ملاحظة يعني قلتها لأنه حتى نميز بما دار في لبنان
وما يدور في قطاع غزه. حزب الله بغض النظر اختلفنا معه او اتفقنا حينما كان الحديث حول وقت اطلاق النار، سلم هذا الملف للدوله اللبنانيه، وعموما اكثر المنتصرين في هذه الحرب هي الدوله اللبنانيه. تثبيت هذه الدولة الوطنية وصورتها وهيبتها وشرعيتها، نحن العديد نتحدث عن مقومات الدولة وصمودها. مهما كانت الميليشيا أو الحزب قوي، في الأخير يجب أن يكون في سقف شرعي يغطيه. لو كانت المنظمة المعترف فيها دوليا من 149 دولة لاختلفت الصورة. لو هذا الملف حملة الجامعة العربية لاختلفت الصورة. لو تركنا للدول الفاعلة الإقليمية واللي هي التماس دائما في الموضوع التشارك فيها وفاعلية، أنا بعتقد إحنا اليوم نتحدث عن شيء يعني تجاوزناه، لكن أمامنا في فرصة. هذه الفرصة إنه إذا كان أتيح لنا أن نكون وقت إطلاق النار من حيث المبدأ، هذا مطلب فلسطيني يرفع يعني خلينا نقول الظلم والواقع على شعبنا. نحن الآن يعاني ليس فقط من القصف والتدمير والطائرات، هناك أيضا حرب التجويع وحرب الطبابة وحرب الغذاء، وأيضا أجت الشتاء القارس. يعني شعبنا في قطاع غزة لا يدعو لوقف إطلاق النار الآن، يدعو رب العالمين أن يوقف هذا الشتاء في الفصل الحالي. إذا دكتور محمد لو سمحت لي، هذا الواقع الإنساني المرير في قطاع غزة، وكذلك ما يقاسيه أهلنا في الضفة الغربية، وفكرة إحلال وقف إطلاق النار في لبنان، كيف أثر كل هذا على شروط حماس وعملية التفاوض التي من المفترض أن تشارك مصر غدا في محاولة لحل حالتها في إسرائيل؟ رفاء، أنا يعني متابع لهذا الملف بشكل جيد. اليوم لا يوجد لدى حماس أي قدرة على التكتيك حتى والمرور، لأسباب قدمت ما كان لديها قدمته. لو سألت أي فلسطيني ممكن توافق على صفقة تبادل الأسرى دون وقت إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال؟ سيقول لا. لو سألت الرئيس أبو مازن سيقول لا. لو سألت أي مواطن عادي سيقول لا. بمعنى القدرة التكتيكية والمرونة التكتيكية في المفاوضات انتهت من اليوم الأول والثاني والثالث، انتهت. الآن الاحتلال يحقق إنجازات تكتيكية في الميدان من خلال مطارد أبناء شعبنا في الشوارع. تعلم أنه كان حوالي 400 ألف نسمة في منطقة الشمال، اليوم حوالي 70 ألف وهم يهربون من مكان لمكان، يطردون في المدارس، يعني ينتقل من بلدة لبلدة من مدرسة لمدرسة إيواء لإيواء. أنا أقول الوضع صعب، المقارنة بينها باللبنان يختلف. هناك دولة موجودة، هناك في مقومات الدولة، هناك في دول إقليمية ودول أيضا عظمى زي فرنسا وقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني في هذه المعركة، باستثناء بعض الدول العربية القليلة التي استطاعت أن تقدم بعض المعونات الغذائية، وعلى رأس الأردن ومصر وحتى إخواننا بالمملكة وبعض الدول. أعتقد أنه صعب بمكان أن نتحدث عن حل يرضي الفلسطيني اليوم بعد هذا التقديم من الشهداء يعني والتدمير الشامل لقطاع غزة. حد الأدنى أن يوقف الاحتلال عدوانه وينسحب من قطاع غزة حتى تعيد عافيتها من جديد. نريد لنا يمكن عقود، وبدنا أكثر من ذلك حتى نشفي صدور أبنائنا الذين رأوا أبائهم وأمهاتهم أجدادهم يقتلون أمامهم. نحن خلقنا جيل بهذه الحرب، جيل سيكون أكثر عنفا وتطرفا وسيدفع ثمن الاحتلال فيما بعد، قد يكون بعد 10 سنين 5 سنين. الموقف لن يحل في الوراق المنطقة بدون إحلال سلام شامل يعطي الفلسطين حقهم في إقامة دولة. السؤال الآن مطروح، هل الاحتلال قادر الآن يعني يقدم مبادرة ما أو يتبع بس أقل شيء قرار مجلس الأمن الذي قدمه بايدن بعد مشاورات مع إسرائيل لتنفيذ وقت إطلاق النار وصفقة مشرفة وينسحب من قطاع غزة؟ بالتأكيد لا. نتنياهو اليوم يريد أن يعني يرشي المستوطنين والمتطرفين لديه بالضفة الفلسطينية. الخطر القادم والفظيع جدا واللي يجب أن نستعد له ليس في فلسطين وكعرب في المنطقة، هو معركة الضفة الغربية القادمة حتمية، لأن هذا الاحتلال هو أدرج هذه المسألة في بنك معلوماته، والآن ينتظر بس فقط الضالة خطأ ما يرتكبه فلسطينيين مجموعة أفراد قد يكون من طيب دكتور محمد، هذا وضع صعب لو جدا. طرحت عليك هذا السؤال بصورة يعني هامشية وسريعة كإجابة مختصرة من حضرتك قبل أن ننتقل للسؤال الأساسي، هل لو تحقق وقف إطلاق النار في غزة اليوم سيكون هذا كفيلا بإحراج الاحتلال الإسرائيلي بالنأي بعيدا عن مخططاته ضد الضفة الغربية؟ لا، موضوع الضفة الغربية موضوع مختلف كليا. هذا ضمن المشروع الاستيطاني التهويدي، هذا حلم إسرائيل في يهودا والسامرة. المعركة قادمة يجب أن نستعد لها. وقف إطلاق النار أو لا وقف إطلاق النار
سيكون هناك في معركة الضغط. لكن إذن للأسف دكتور تفضل. نعم. تابع تابع. كيف كفلسطينيين أن ندير هذا الملف؟ هو يجب أن نقدم الذريعة حتى لو كانت بسيطة للاحتلال، ولا نذهب للمربع العسكرة. وما قدمناه في المعركة السياسية والدبلوماسية والقانونية والاحتضان العربي والتحالف العربي من أجل حل الدولتين، وما حصل في الجناية الدولية، كل ذلك يشجعنا أن نكون لدينا أدوات في الصراع أو إدارة الصراع بأدوات مختلفة وليس عنيفة جدا كان حصل في الآن في الحروب الموجودة. لأنه بصراحة هناك في قيادة متوحشة، حتى الإسرائيليين يراد لهم شفائهم من هذا المرض إبادة الجماعية، لأن هم الآن أصبحوا مرضى القتل والتدمير والتهجير. وبالتالي نحن أمام يعني قوة لديها غاشمة كبيرة ولديها دعم غربي، وأنا بعتقد نحن مقبلين على مجيء ترامب. لن يكون ترامب يعني أفضل عند يعني جزئية ترامب مفاجئ. دكتور محمد، بما أنك ذكرت هذا الرئيس الأمريكي القديم الجديد الذي ينتظر في ولايته وينتظر ماذا ستحمل حماس، كانت قد صرحت لرؤيا قبل يومين أن مفاوضات وقف إطلاق النار بين الحركة وتل أبيب متوقفة، وأنها لا تتوقع الحركة لا تتوقع التوصل لاتفاق حتى عودة دونالد ترامب. كيف تصف هذا التصريح خصوصا يعني أن ترامب تبقى له شهرين؟ هل سيتم الانتظار إلى حين قدومه فعلا شهرين؟ وهل هنالك احتمالية لحل حالة الوضع قبل ذلك؟ شوف، ترامب أول ما تحدث أيام من الانتخابات كان يريد أن يوصل البيت الأبيض ولا توجد حروب في المنطقة. لكن على أي أساس يريد وقف الحروب؟ هو سيوقف الحرب في غزة بس بأي ثمن سياسي. هل ممكن أن يكون بقاء جنود الاحتلال في قطاع غزة؟ سيبقى التقسيم ويبقوا مثلا إغلاقات من محور فلسطين إلى محور نتسريم إلى كسربيم إلى بيت حانون؟ هل يتم تقسيم غزة إلى مربعات كما هي موجودة الآن؟ هل تعاد بناء غزة من جديد أو تكون نقطة ابتزاز من قبله، بالتالي لا يدخل لا كيس اسمنت ولا حجارة ولا تراب ولا حديد، بالتالي تبقى غزة تحت يعني الطارق السماء والطارق كما يقولون. بالتالي نحن لماذا ننتظر ترامب حتى يقدم؟ وبالتالي هذا طبعا طموح نتنياهو أن تستمر المعركة وتهرب من المحاكمات. في 3 أشهر القادم لديه محاكمة حول الفساد وسوء الائتمان، غير موضوع ملف 7 أكتوبر، غير ملف التسريبات الموجودة لديه. فبالتالي من مصلحته أن يطيل أمد الحرب. واليوم أخذ من فرنسا رشوة مقابل أن تكون طرف في لجنة المراقبة في لبنان. تراجعت فرنسا عن موضوع يعني تنفيذ محكمة الجنايات، قرار محكمة الجنايات الدولية. والجانب الأهم أنه من سيرغم نتنياهو توقف الحرب في قطاع غزة والضفة الفلسطينية؟ لا أحد. الإدارة الأمريكية لا أحد. نحن مر علينا اليوم 417 يوم لا يستطيع أحد إدخال كرتونة مياه إلى قطاع غزة دون المرور على المعبر الإسرائيلي. وبالتالي ما يقدم لقطاع غزة إن كان من مملكة بجلالة الملك بـ7 طائرات و7 طائرات دخلت قبل أول أمس، وبالتالي بعض التمويل، حتى الدول التي كانت ترمي بعض المأكولات من السماء لم تعد ترمي ذلك. أصبح الموضوع الفلسطيني رقم 2 و3، لأنه كل ما تتطور الحرب الإقليمية تكون على تهديد الأمن والاستقرار على مستوى إقليمي أو دولي، ينتبه العالم كله لهذا الجانب، وأصبحت غزة وكأنها قضية داخلية. والآن نتنياهو حينما توقف الحرب في لبنان لديه الإمكانيات حتى لو بالجيش، ليس يعني الاحتياط، الجيش النظامي، أن يدير معركته داخل الضفة وداخل قطاع غزة. غزة على الصعيد التكتيكي هناك سيطرة كاملة من جيش الاحتلال، صحيح لا توجد سيطرة ولكن هناك في إنجازات تكتيكية. يعني دكتور محمد، حرب العصابات. إذن ربما نتمنى أن يبقى أبنائنا ماسكين نفسهم ويقاتلون ويدافعون حتى يخرج الاحتلال من قطاع غزة. أعذرني لضيق الوقت دكتور محمد، نتمنى السلامة لأهلنا في غزة ولأهلنا في الضفة الغربية والخلاص من هذا الظلم. شكرا لك دكتور محمد المصري على حديثك معنا، الخبير في الشؤون الاستراتيجية والأمنية. شكرا لك.